صباح الخير يا جماعة، في فيديو جديد النهاردة من قناة أروح فين منين. التومي مابس معاكم أحمد التومي. ده الجزء الثاني بتاع جولة داخل شرم الشيخ. احنا نعتبر كده لسه في حي النور يا جماعة. بنخرج اهو من حي النور، بنخش على شارع الرئيسات. الجزء اللي فات شفنا فيه طبعا طريق السلام، الدنيا فاضية ورايقة. لأن لسه طبعا لسه الدنيا مصحتش يعني للدرجة. يعتبر برضو طريق دهب والمطار، مطار شرم الشيخ الدولي. نعتبر ماشيين موازي لطريق السلام، يعني طريق السلام على ايدينا اليمين موازي ليه، بس طبعا من هنا اسرع طريق السلام مش هتعرف مش هتعرف تمشي فيه المشي اللي احنا ماشيينه ده.
او بيقول لك خليج نعمة وطريق السلام، خش ايه، خش من المدخل ده. السياحة وطريق السلام طوالي مطار شرم الشيخ. الأراضي زي ما حضراتكم شايفين لسه ما اتعملش فيها حاجة يعني. ودينا طلعنا اهو على ايه، على طريق السلام مرة تانية. كنا قفلنا احنا الجزء الاولاني عند نوفوتيل اللي في طريق السلام لو فاكرين. اول يوتيرن ونرجع. جاز فيروز اهو على ايدينا الشمال، كنا معدين عليه في الفيديو اللي فات. بعد نوفوتيل يا جماعه،
اغلب الناس اللي ماشيه دول الاصطفات بتاعت الفنادق والمنتجعات والحاجات دي، الريجينا على على يمنا، البستان، جافي ريزورت، اكوا بارك، وادي في ماكدونالدز على شمالنا، وبيقول لك طوالي مطار شرم الشيخ، متحف شرم الشيخ، الممشى السياحي لف ورجع. شيراتون بلازا اند ريزورت، بيقول لك المركز الدولي للمؤتمرات طوالي، ماكدونالدز اهو على شمالنا، وجنبي بنزينة شيل اوت وسيركل كي، وبنزينة بتاع غاز طبيعي اصلا، زي ما قلت لحضراتكم في الجزء الاول، سيسل على يمنا، يعني اغلب 80-90% من الفنادق متفرعه من هنا من طريق السلام، وادي ريكسوس شرم الشيخ اللي على يمنا ده،
دلوقتي المركز الدولي للمؤتمرات اهو، كان على اليمين اهو، اللي هو السور بتاعه على اليمين ده مستمر معانا اهو. طريق الشيخ زايد طوالي مطار شرم الشيخ والطريق ده. بيقول لك الهضبة والسوق القديم والممشى السياحي يلف ويرجع. احنا هناخد اليمين على طريق الشيخ زايد.
تعتبر ايه دخلة الفور سيزون هوتيل شرم الشيخ.